السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه anakin.ai، الميزة اللي فيه ان هو بيديك امكانية انك تعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي، بيقدر تعمل تحرير للصور، للترجمة، كتابة محتوى، كتابة كود، تعمل ورك فلو، تقدر تحط اكتر من بروسيس ورا بعض وهكذا. فالميزة اللي فيه تنوع التطبيقات اللي تناسب مختلف احتياجات العميل، ان انت تكتب محتوى ابداعي وهكذا. سهولة الاستخدام، الواجهة بتاعته سهلة جدا وواضحة. الكفاءة العالية، معتمد على شات جي بي تي، لكن هو بيديك واجهة أبسط وبيديك واجهة مخصصة للشغل بتاعك. في أمان للبيانات، في دقة للنتائج، في خدمات كتيرة منه مجانية، وهنشوف دلوقتي الأسعار اللي موجودة. طيب، بعض الأمثلة اللي موجودة: فوتو جي بي تي يحول التكست لصور إبداعية، في بيست جي بي تي ده مساعد ذكي للكتابة، في ان انت تعمل ري رايتر، اعادة لصياغة الجمل، في يوتيوب سكريبت جنريتور يعمل لك سيناريوهات جذابة لمقاطع الفيديو، في تصحيح الاخطاء لو انت كتبت اي حاجة خطأ جرامر نحوي، ده ان هو يساعدك في الحل بتاعه. طيب تعال نشوف الاسعار. في هي مجاني 30 نقطة كل يوم، فدي ممتازة جدا. ولو عايز حاجة يعني افضل، في $10 في الشهر. الامكانيات اللي موجودة زي ما انت شايف، مديني مثلا ان انا اكتب تكست جنريتور او شات بوت، بحيث تحطه للموقع بتاعك وهو يبدأ ان هو يتجاوب مع الناس ويجاوب على الاسئلة بتاعتهم، بس تضطر بس ايه تديله مثلا كتالوج الشركة ومعلومات عن الشركة عشان يعرف يجاوب من خلالها، بدل ما تبقى الاجوبة عامة. في ممكن تقول له مثلا ورك فلو. ورك فلو بتبدأ بس تسحب حاجة وتربطها بحاجة تانية، يعني لما تحصل أسأل شات جي بي تي سؤال، ياخد السؤال مثلا ينشره في مكان معين، أو أول ما يجاوب سؤال حول لي التكست ده لصوت، أو حول لي الصورة الكلام اللي طلع لصورة. فتقدر تربط الخدمات مع بعض بحيث إن هو يسهل عليك.